تعرفوا الأنبياء كذا مرة قرأنا بالآية اللي كانت على الشاشة، قرأنا إنه فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم. النبي هوشع قال ارجع يا إسرائيل إلى الرب لأنك قد تعثرت بإثمك، يعني من كتر الخطايا صار الواحد يتعثر في الطريق، فإذا محتاجين نرجع، الرجوع بالتوبة ثم أيضا بالتواضع. والتواضع أحبائي هو أول شيء ندرك أنه أنا عندي احتياج للرب، أدرك أنه أنا محتاج أعترف بخطيتي، أدرك أنه أنا مش في المسار الصحيح، أدرك أنه أنا مسيحي بالاسم مش مسيحي حقيقي، عم بعمل عمل الرب في حياتي، عم بشهد عن الرب وبعيش وبسلك في الرب. فهذا التواضع أحبائي هو اللي بحرك السماء لمعونة الإنسان لتعمل شيء معين. هذه طبعا هذا التواضع بقودني أعترف أنه أنا محتاج للرب، محتاج لمعونة، بقدرة الخاصة لا أستطيع، وأنا محتاج أنه أنكسر أمام الله ومحتاج أنسحق أمام الله. لأنه أصعب شيء، أكبر مشكلة هي مشكلة الكبرياء، محبة الذات والاعتداد بالذات والافتخار بالذات ومجد الذات هي اللي بتمنعنا أنه نتقدم للأمام.